السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرحنا على موضوع ريموت سبلت جري هذا الجري هذا اسمه. فهذا ريموت مات هذا الجري، بس يعني بس الجري مو هنا يعني بالغرفة. تذكروا ما احنا نطفيه بالغرفة اليوم هاي هنا يا سبلس ميديا، مو احنا احلى هنا على مود نركز زين وجاوبكم على سبلت ميديا، قصدي على سبلت جري. ها اول ما نبدي هذني الزرين القفو باعوا هسه ايدك ما ندوسها ما ياخذ، دوسها مرة ثانية يرجع مثل ما هو وبيفوه يعني جفوه جوا فوه جوا هنا اكيد. فاحنا ما راح نلعب بيه، بس يعني تقدر تقفله على التحكم. فهنا هذا هو التحكم بالامبير، هو هم هذا بيه تحكم. فأول ما نبدي هذا اللوك يعني ما نقدر أي زرار نضغطه ما ياخذ. أول زر هذا الأون والأوف تطفر وتشعله، هذا الفان زيت سرعتها أي، هذا المود تريد أنت تسوي أوتو كول دراي هيت. وهنا هذا الزرين مال قصفني مال هيفني مال بني الزرين مال مو مال القفل يعني مال انت تسويهن شو يسوهن، تزيد درجة الحرارة وتنقص درجة الحرارة توربو، هاي سرعة التوربو. هذا للشباك، الشباك ما سبلت يروح يمين ويسار لليمين ويسار يمين ويسار لليسار الى اليمين لليمين الى اليسار. هنا انتو تشوفوا عبالك هذا شي يسموه، عبالك هذا ما شجرة بس لا، عبالك هذا طرد الهواء بس ولا لايت، هذا اللايت هذا هو هذا الضغط ضبط هذا الجهاز. انا اقولكم هذا يصعد الفتحة ما سبلت يقوم يصعد وينزل يصعد وينزل. I feel هاي الشعر المسافة اللي انت واقف بها برودة، I sleep ما نشغل بها، timer on timer off على التوقيت، I quiet يعني يكون صوت هذا، هاي الشجرة هاي الشجرة مثلا هذا الكلوك هذا اللايت هذا التيمب هذا الواي فاي. هسه اللي جيكم على شوية خلنا نشرح على الكل. هذا سليب هذا النوم، هذا اصلا ما لنا شغل بيه. تايمر اون تايمر اوف هذا التوقيت، هذا التوقيت مثلا دوسه بتوقيت هاي نطفي لابا اسينا. انا نسيت انه انا دايس لوك بس هو ما دفت سليب السجل، لا ما دست السليب يعني الحمد لله ماكو شيء. زين ما دست هذا بس باللوك اقدر ادوسه، هذا وضع النوم ما يحتاجه وانا شغل بهذا يخوف. الكويت هذا يكون صوت هادئ، هذا اقولكم هذا اللي تطردج تشتم مثل عندك عاصفة ترابية قوية يعني تقدر تدوسه يطلع لك شجرة فوق لو يطلع لك بيت. كلوك هاي الساعة ما نشغل بها هذا بس ساعة. هذا اللايت هذا هنوخره اللوك نقدر ندوس اللايت راح اللايت واحتلق اللايت خلنا نضغطه نبقي هيجي الكلوك اي لا تيم يطلع لك هيجي الساعة مش ساعة. وهذا واي فاي بس واي فاي ماكو ازر انا ادوس عليه ما ياخذ لان مقفول. بس ندوس مرة ثانية هذني ندوس على الزر روح يرجع مثل ما هو، تقدر
دوسه وتعلقه. يا هاهي في الفيديو ومع السلامة.